طيب ساعد، كنا بنتكلم عن اصابتك قبل بس ما نرجع لريني فايلر، لكن كنا بنتكلم عن اصابتك وكنت بحاول اطمن الناس على اصابتك وهترجع الملعب امتى. انا عارف طبعا، بس واحده واحده قول لنا كده. يعني كنا في مباراه، بشكر طبعا الكابتن وائل جمعه على الكلام اللي قاله، والكابتن وائل جمعه من الناس اللي زي ما قلت لحضرتك العظام اللي احنا زملناهم يعني، وكل ان هو يقول الكلام ده في حقي، والحمد لله يعني بتمنى ان شاء الله الواحد يكون قده ويقدم احسن الفتره اللي جايه ان شاء الله. الاصابه كنا في مباراه سان داونز، اول 5 دقائق الجون بتاع اوغندا طالعين في كره عاليه فنزل على ركبتي. فطبعا لما نزل حسيت ان انا ركبتي مش فيها حاجه، مش مظبوط يعني. بس انا الموقف حتى زمايلي عاملين يقول لي قوم قوم يلا عشان تكمل ماتش وبتاع يعني. انا اقول لك الحقيقه ان في ناس في بعد او اول ما اتصبت وقعت، الناس قالت لك ده سعد بيهرب من الماتش، صح اتقالت ولا ما اتقالتش؟ لا ما تابعتش بصراحه الكلام ده، ما اعرفش يعني. لا اتقالت كذا حاجه كده، ولكن احنا قلنا بس يعني حتى هنا في القناه قلنا ساعتها ايه؟ ان سعد ده من الناس الرجاله، هيعمل كده ليه؟ والله الانسان في حاجات ساعات، الفتره اللي فاتت الاجواء في الميديا وكده والكلام ده ممكن تضحكك شويه يعني بشويه حاجات بتسمعها. لكن النادي الاهلي احنا كلعيبه قدام عارفين شخصيات بعض وعارفين اللعيبه الرجاله. قعدت قد ايه بقى بعديها؟ يعني الناس اللي بتقول لك ان هو كان مش عارف ايه ساعتها، قعدت قد ايه بعديها مصاب؟ اربع شهور. لا هي المشكله كمان ان انا عايز اقوم العب وانا عندي في رباط مقطوع في ركبتي. يعني انا عايز اقوم اكمل وفي حاجه، فخرجت طبعا بدوس على رجلي، قمت صرخت ما قدرتش من الوجع وخرجت من الماتش. وطبعا كنت بقى حاسس ان في حاجه في ركبتي بس ما اعرفش ايه، وعرفت بقى بعد كده ان في قطع جزئي في رباط، والحمد لله الموضوع مش محتاج عمليه، محتاج علاج طبيعي. وتكملت بقى مع الجهاز الطبي في النادي ومع الدكتور احمد عبد العزيز مسؤول اللجنه الطبيه، ومشينا في العلاج، والحمد لله الامور في المرحله الاخيره في العلاج، ونكون متواجد في الملعب يعني. امتى ان شاء الله يا سعد؟ يعني ان شاء الله كنا بنتكلم مع بعض من اسبوعين اعتقد، بعد مباراه الاهلي الافريقيه ان شاء الله، اللي هي نبقى متواجدين بشكل كبير في التمرين بعد المباراه الثانيه. يعني بعد المباراه الاولى هتنزل حاجات بدنيه، ننزل حاجات الاجزاء البدايات في التمرين، وبعدين نكمل التدريب بشكل كامل بعد كده ان شاء الله باذن الله. يعني يكون من بعد المباراه الثانيه اللي هو اخر الشهر ده، لان انا مش موجود في القائمه الافريقيه. فمش مفيش استعجال يعني، معانا وقتنا يعني. بالظبط كده، انت محتاج ان انت تاخد وقتك، فتاخد الوقت، والحمد لله الامور تمام يعني، مفيش اي مشكله خالص في الموضوع. لا الحمد لله الدنيا ماشيه كويس، الحمد لله، وما احتاجناش عمليات وما احتاجناش حاجه والحمد لله. طيب خلال الفتره